بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هل سمعتم بأسلوب جديد للعلاج من خلال الحوار؟ يعني أنا أحب دائما أن أنقل لكم هذه الاكتشافات العلمية. للأسف معظم الكتاب لا يهتمون بالاكتشافات العلمية الحديثة التي تهمنا ويمكن أن نستفيد منها، والتي نجد صدى لها في القرآن الكريم. لذلك أنا أحب دائما أن أنقل لكم هذه الاكتشافات العلمية من خلال هذه السلسلة إن شاء الله، بحيث نبقى على اطلاع على جديد العلم. وأنا أؤكد لكم أيها الأحبة أن كل ما يكشفه العلماء لابد أن نجد إشارة قرآنية أو نبوية عن هذا الاكتشاف. هذا كلام مؤكد أيها الأحبة، سنربط كل هذه الاكتشافات بآيات قرآنية واضحة إن شاء الله. هناك أسلوب جديد يحاول المحللون النفسيون اتباعه في علاج الاكتئاب. الاكتئاب مرض حتى الآن لم يفهم علماء النفس أو الأطباء ما الذي يحدث. فجأة هذا المريض يعاني من اكتئاب، فجأة يعاني من انفصام يسمى انفصام شخصية أو كذا، فجأة يعاني من وسواس قهري، فجأة كذا. ولكن ما الذي يحدث في الدماغ؟ ما الذي يحدث في القلب؟ ما الذي يحدث في هذه النفس؟ لا أحد يعلم. فتجد يصفون أدوية عبثية، يعني للأسف تودي بهذا المريض إلى مشاكل أخرى قد تؤدي به إلى الانتحار أحيانا. هناك أدوية اكتئاب سببت الانتحار للعديد من الناس في أمريكا وفي دول أخرى. لذلك يحاول هؤلاء العلماء أن يجدوا علاجا بديلا. الحقيقة يعني جامعة بيرن قامت بدراسة غريبة جدا من نوعها، وجدوا أن حوار المريض الذي يعاني من اكتئاب مزمن لم يتمكنوا من علاجه طبعا بالأدوية الكيميائية، وجدوا أن هذا الحوار له فوائد طبية عديدة. عندما تحكي قصة له تشغله عن مرضه واكتئابه، هذا الحوار، حتى الحوار بينك وبينه، الحوار القصصي يمكن أن نسميه، يؤدي إلى تحسن صحة المريض وتخفيف حدة هذا الاكتئاب. وجدوا أن لكل مريض حوار خاص به أو طريقة خاصة به تناسب شخصيته. سبحان الله. أنا هنا أيها الأحبة لدي عدة دراسات أثبتت أن أسلوب العلاج بالحوار أعطى نتائج فعالة في علاج بعض الاضطرابات النفسية. لذلك يحاول بعض المعالجين النفسيين استخدام هذه الطريقة كأسلوب جديد في العلاج. العجيب هنا أيها الأحبة أن القرآن مليء زاخر بالقصص الحوارية التي تهدف لتحسين الحالة النفسية للإنسان. الذي يتأمل هذا القرآن أيها الأحبة يلاحظ أن أكثر من ثلث آياته عبارة عن قصص وعبر وموعظة وحوار بين الأنبياء والناس، أو بين الله تعالى وأنبيائه. هناك حوار بين مثلا آدم وإبليس، حوار بين الملائكة وبين الله عز وجل، حوار بين الملائكة وبين الكافر عندما يموت. مليء بالحوارات، مليء القرآن أيها الأحبة. هذه الحوارات غنية جدا ومتنوعة وتغطي الحالات النفسية التي يحتاجها كل البشر. سبحان الله. مثلا خذوا مثال في حالة الضيق الشديد أيها الأحبة، عندما يشعر الإنسان بالعزلة، يشعر بعدم تقدير الناس له، يشعر بمكر الناس به، وهذه ظاهرة نجدها لدى من يعاني من فصام الشخصية. يعني دائما لديه وسواس أن الناس سيمكرون به، سيخدعونه، سيؤذونه، لديه هذا الوسواس. القرآن هنا يعطيك قصة رائعة هي
قصة يوسف عليه السلام، كيف مكر به إخوته ليقتلوه ولكن الله نجاه وعلمه العلم والحكمة وتأويل الأحاديث وأغناه ونجاه من السجن، وأخيرا جعله ملكا لدولة عظيمة في ذلك الزمن هي مصر. الحقيقة هذه القصة أيها الأحبة لها أثر قوي جدا على علاج الاكتئاب وعلاج انفصام الشخصية. لذلك يعني مثل هذه القصص عندما كانت تتنزل على قلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام كانت تفعل مفعول السحر، تواسيه، تثبته على الحق، يتعلم منها قصص من سبقوه، يستفيد منها في علاج المشاكل التي يتعرض لها مع مجتمعه وقومه. فالقصة أيها الأحبة هدفها الرئيسي هو التعلم والعلاج والعبرة. طبعا أيها الأحبة هنا يعني يمكن أن أعطيكم مثال من قصة سيدنا أيوب لتخفيف الألم، تخفيف المعاناة. كثير من الناس المرضى لديه مرض مزمن وآلام شديدة يعاني منها، ويأخذ المسكنات، بعد فترة تحدث له هذه المسكنات مشاكل في المعدة ومشاكل في كذا، فيضطر للتخفيف من المسكنات فيعود له الألم المزمن فيصاب بنوع من الاكتئاب والألم والكذا. هنا القرآن يعطينا لهذه الحالة يعني مثلا رائعا من قصة سيدنا أيوب الذي تعرض للبلاء الشديد، سنوات طويلة من المرض والمعاناة، كاد الشيطان أن يصرفه عن ذكر الله. انظروا أيها الأحبة، يعني سيدنا أيوب كل هذا المرض لم يهتم به، كان همه الله عز وجل، لذلك نجاه الله. فليكن همك الله عز وجل لينجيك الله من شر المرض وشر الآلام. الشيطان مسه بتعب وعذاب وعانى من الألم سنوات طويلة، ولكن الله لم يتركه من دون شفاء، شفاه بأهون الأسباب. دققوا هذه الآية معي أيها الأحبة، وأيوب إذ نادى ربه. والله يعني أنا أستغرب من الملحدين الذين يقولون هذا كلام بشر، يعني من هذا الذي يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ هل هذا كلام إنسان تتهمونه بالعنف والإرهاب والتخلف والجهل والأساطير؟ نبي كريم يناجي ربه، وانظروا إلى دقة التعابير، وأيوب إذ نادى. النداء هنا أيها الأحبة يعني أنت نادي الله عز وجل، أطلب من الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل اشفني، لم يقل يا رب لما فعلت هذا، يعني ماذا فعلت حتى تفعل بي ذلك، لم يشكو للناس، إني مسني الضر، كل ما قاله وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا مباشرة، لا يوجد هنا فاصل زمني لا يوجد، فاستجبنا له. لذلك هذا الدعاء أيها الأحبة يمكن لأي إنسان يشعر بضر أن يردده ويكرره، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، هذا أولا، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني العبد الصالح أيها الأحبة عندما يلجأ إلى الله يكون في قمة الأدب، قمة التواضع والخشوع والتذلل لهذا الخالق العظيم، وأنت أرحم الراحمين. عليك أيها المؤمن ألا تفقد الأمل من الله. فقدان الأمل من الله كفر بنص القرآن،
من ييأس من رحمة الله فهو كافر. انظروا يعني كم القرآن شديد في هذه الناحية. سيدنا يعقوب قال لأولاده نعم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القرآن جعل اليأس مساويا للكفر، إذن المؤمن لا ييأس. مثال ثاني أيها الأحبة من خلال قصة سيدنا يونس، قصة رائعة جدا. عندما وجد نفسه فجأة في بطن الحوت وفي ظلمات البحر، ظروف صعبة جدا لا يمكن لقوة في الكون أن تنجيه إلا قوة الله تبارك وتعالى، ظروف صعبة جدا، ولكن الله لم يتركه. هذه القصة عبرة كبيرة جدا ينبغي أن نحفظها. عندما قال هذا النبي الكريم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا حدث هنا؟ اعتراف من هذا النبي الكريم أنه ظلم نفسه، خالف أمر الله، طبعا القصة طويلة، وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أنجته من ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أخي الحبيب، كلما أحسست بالضيق والغم عليك بهذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الإله العظيم الذي نجى سيدنا يونس في ظرف يستحيل لإنسان أن ينجو منه إلا بأمر الله، سينجيك من مشاكلك التي هي أقل من ذلك بكثير، سيحل لك مشاكلك، ولكن أنت عليك أن تدعو. هناك مثال ثالث من قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي حاور قومه 950 سنة. يعني من يشعر بالظلم ليقرأ قصة سيدنا نوح، عندما نادى ربه إني مظلوم إني مغلوب فانتصر، كان يشعر أن قومه غلبوه، لم يستجيبوا له 950 سنة. هذا النبي الكريم الذي صبر كل هذه المدة وحاورهم بشتى الوسائل والطرق، لم يترك وسيلة للإقناع، لم يترك حجة إلا اتبعها، لم يترك وسيلة إلا حاورهم بها، على الرغم من ذلك كذبوه وقالوا عنه مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أيها الأحبة، هذا الدعاء والله لا يدعو به إنسان إلا يأتيه النصر مباشرة. كل إنسان يشعر نفسه أنه مغلوب فليدعو بهذا الدعاء، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انظر أخي المؤمن، انظر إلى هذا النبي العظيم كيف كذبه قومه واستهزأوا به واتهموه بالجنون. فإنك يعني عندما تتذكر هذا النبي الكريم تهون عليك مصيبتك. كما أن الله لم ينسى هذا النبي الكريم أيضا لن ينساك. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، تأتي الإجابة مباشرة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن هذه نتيجة من يكفر بالله ويستهزئ بعباد الله. ينبغي أن يكون لديك يقين أن الله سينجيك ويكرمك. هناك علاج للهموم واليأس. كثير من الناس اليوم يائسون للأسف. أفضل سورة لعلاج الهموم واليأس هي سورة يوسف. هذا النبي الكريم كما قلنا عندما قال
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كلمات شافية لكل من يعاني من مشكلة فقدان عزيز لا يجد من يواسيه. هناك من فقد ابنه نتيجة مرض أو حرب أو كذا، هناك من فقد أباه، هناك من فقد شخص غالي عليه. تذكر سيدنا يعقوب عندما فقد ابنه يوسف لأربعين سنة كما في بعض التفاسير، وبعد كل هذا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه الثقة أيها الأحبة ضرورية جدا. هناك أيضا علاج للحزن. إذا كنت حزينا مهموما انظر إلى قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم مر في بظروف صعبة جدا، ولكن الله نجاه وكان إلى جانبه، والله سيكون إلى جانبك. هذه القصص هناك عبرة منها أيها الأحبة. يعني مثلا عندما كان نبينا في غار حراء ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا هذه الثقة بالله، تعلمك هذه الآية مهما اشتد الكرب لا تحزن ما دام الله موجودا يسمعك ويراك وهو معك، وقد كتب عليك كل شيء، وكل شيء في هذا الكون لا يسير إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أخيرا أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، أنا أنصح كل من يعاني من مشكلة نفسية، اكتئاب أو غير ذلك، ضيق في الصدر، أي مشكلة نفسية تخطر ببالك، أن يلجأ أولا إلى الاستماع للقرآن، وبخاصة سورة يوسف، سورة مريم، سورة الأنبياء. مع العلم أن كل سور القرآن شفاء، ولكن هذه السور فيها قصص وحوارات، سور رائعة جدا. وأن يكرر هذه الآية دائما كلما أحس بالضيق، آية الفرح. يعني أنا يمكن أن أسميها آية الفرح. نختم بها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.